رجب يبقى في المباراه لوجهه نظري ما خلصتش، بس انا هكمل بس وترجع. اروح لعماد متعب بالظبط كده. يلا اتفضل. كابتن عماد متعب كابتن النادي الاهلي وصاحب هدف الفوز النهارده، يمكن المباراه خلاص كلنا قلنا تعادل وجينا بهدف ولا اروع من عماد متعب، وثلاث نقاط غاليه جدا. شفت الماتش ازاي وانت بره ولا ما نزلتش؟ الحمد لله في المكسب وعلى هدف نواصل نسيت من صلاح محمد. المباراه صعبه جدا، لا فريق محترم، نعم مدرب محترم طبعا النهارده، يمكن الماتش كان فيه فرص في الاثنين الشوط الاولاني، لكن الحمد لله يعني كان في تركيز من الناس اللي على بره ان اي حد يشارك وينفذ المطلوب، والحمد لله ربنا كرمنا. ما سمعت اللعيبه الكبار اللي زي عماد متعب ان هم ما بيعترضوش بينزلوا حتى لو 10 دقائق حتى لو نص ساعه حتى ربع ساعه، النهارده بتثبت المقوله ان فعلا طول ما انت صبور وبتنزل بتأدي باحسن اداء، والنهارده بتحصد للنادي الاهلي ثلاث نقاط، كلمه تقولها للعيبه الصغيرين اللي بيعترضوا على عدم مشاركه؟ لا بقول الحمد لله على الهدف، والواحد المدرب لسه دي ثالث مباراه بالنسبه له، ليه الحريه الكامله ان هو يشوف اللعيبه، هو اللي يقرر في الاخر مين اللي يبقى موجود ومين اللي ما يكونش موجود. انا بدوري كلاعب ولاعيب المفروض ان انا كبير فعليا مسؤوليه اكبر ان انا التزم واحترم القرارات اللي هو بياخدها، ولما انزل اثبت وجودي واثبت ان انا احق ان انا موجود في المكان ده، واتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه مع المباريات هقدر احافظ على مكاني وابقى موجود بشكل اساسي ان شاء الله. مات سؤال اخير، شفنا ان ندعو على احمد عبد الظاهر، وبعد ما احمد عبد الظاهر ارتدى التيشيرت فوجئنا ان عماد متعب هو اللي خلع التيشيرت ونزل ارض الملعب، عايز اعرف اللبس اللي حصل في الحته دي نشرحها للجمهور. لا لا خالص، هي وجهه نظر فنيه يعني، هو الراجل كان مقرر في اول ان ممكن عبد الظاهر هو اللي يشارك وبعد كده غير رايه، وده بيبقى طبيعي. وجهه نظره طلعت صح كمان لانك انت صاحب هدف الفوز. الحمد لله توفيق كبير عند ربنا سبحانه وتعالى، يمكن لو كان عبد الظاهر لعب كان هو اللي سجل الهدف، لان ربنا اكيد رايد ان احنا نحقق المكسب النهارده سواء بدماغ عماد او بدماغ عبد الظاهر، كان الهدف ان شاء الله هيجينا. مبروك الف مبروك، شكرا لك. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، ثلاث نقط غاليه جدا بتتحقق في وقت صعب جدا، لكن زي ما عودنا النادي الاهلي انه بيلعب لغايه اخر دقيقه حتى في الوقت بدل الضايع بيلعب وبيحقق الفوز، مباراه كبيره على فريق عنيد النهارده بتروجيت. طبعا بالتاكيد طبعا، يعني يمكن فريق بتروجيت من الفرق اللي لها هويه هجوميه ولها شخصيه هجوميه، يمكن على مدار تاريخ النادي الاهلي مع فريق بتروجيت الحمد لله ما خسرش خالص.